السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر رضا محمد من قناة ماي انجلش تايم. ان شاء الله النهارده هنكمل مع بعض شرح دروس الوحدة الرابعة للصف الرابع الابتدائي، وهناخد النهارده اخر درس في اليونت معانا اللي هو ليسن فور الدرس الرابع، واللي معانا بعنوان فونكس تايم. لو كان فاتك يا اولاد باقي دروس الوحدة انا هسيب لك اللينكات بتاعتهم اسفل الفيديو اللي بتتفرج عليه دلوقتي. تعالى كده يلا مع بعض نشوف الدرس بتاع النهارده بيتكلم عن ايه. درس النهارده بيعلمنا نطق السي اتش والتي سي اتش والاس اتش، بيعرفني كل واحده فيهم بتتنطق ازاي في الكلمه. اول حاجه معانا السي اتش، بيقول لي ان السي اتش دي بتتنطق في الكلمه تش بالظبط كده. لما تكون حاطط زيت وراح تعمل مثلا او تحمر مثلا بطاطس على النار، لما تيجي تعملها كده وتحط مثلا البطاطس في الزيت، فالزيت بيبقى عامل الصوت ده تش هو ده الصوت اللي بيطلعه السي اتش. طيب تعالى كده نشوف نطق بقى السي اتش ديت في الكلمات. هسيب لك مسافه صغيره كده من الوقت والزمن عشان تلحق تردد ورايا. chicken 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 peach peach. خلي بالك ان انت لازم تنطق البي قوية، يعني لو لاحظت كده عشان تتأكد ان انت بتنطقها صح ولا لا، حط ايدك قدام بقك وعشان تتأكد ان انت بتنطقها صح لازم ان تلاقي فيه هوا كتير طلع على ايدك، اوكي؟ فجرب تعملها كده بيتش بيتش، لو طلع هوا من بقك على ايدك اعرف على طول انت بتنطقها صح. بيتش تشيز تشيز، والاس هنا بتتنطق زيد يا ولاد. تشيز تشيز. بيت بيت بيت. هتقول لي طب ايه الفرق ما بين ديت ودي يا مستر؟ الفرق يا ولاد في الصوت الاولاني. هنا البي ديت بي قويه اللي هي بي فور بن، لما بتيجي تنطقها بتلاقي في هواء طلع من بقك كتير على ايدك، اوكي؟ انما التانية ديت عشان تنطقها صح فتجرب كده تحط ايدك قدام بقك تلاقي مفيش اي هوا خالص بيطلع على ايدك، يبقى انت كده نطقها ايه بشكل صحيح. يبقى تاني دي هتتنطق قوية فاقولها بيتش، انما ديت ما بتبقاش قوية ولا حاجة فاقولها ايه بيتش بيتش. طيب نكمل تشن 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 chin lunch 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 lunch. طبعا اللي بينطقها لانش لانش بس كده بالش كده او الشاء يبقى دي طبعا غلط. انت المفروض تقول ايه لانش، يعني تحط فيها تي خفيفه كده قبل الايه قبل السي والاتش دي. احنا اتفقنا ان السي اتش هنا بتتنطق ايه تش، وبالتالي نطقها الصحيح ان انت تقولها لانش. طب نكمل تشيت 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 تشوب 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 تشوب. طيب تعالوا دلوقتي هنشوف نطق تي سي اتش. تي سي اتش يا ولاد نطقها بالظبط عامل زي نطق السي اتش بالظبط، سواء السي اتش او التي سي اتش الاثنين بيتنطقوا بنطق واحد اللي هو النطق اللي احنا قلنا عليه اللي هو ازاي اللي هو تنطق كده تش تش، هو ده نطق التي سي اتش ونطق السي اتش. طب تعالى كده نتاكد بالكلمات كيتشن kitchen 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 watch 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 which 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 cat
catch catch catch. طيب نشوف اخر صوت معانا اللي هو الصوت اللي بيطلعه الاس والاتش مع بعض. الاس والاتش يا ولاد مع بعض كده بتنطم ايه؟ اللي هو الصوت اللي هو زي الشين في العربي كده. طيب تعالى كده نتأكد. فيش فيش فيش. شل 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 شل. شوب 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 شوب. سيشل 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 سيشل. seashore 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 seashore. shin 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 شن. وشن ده اولاد اللي هي المسافة اللي في رجلك اللي ما بين ركبتك لحد الايه الجزء ده لحد القدم دي بنقولها على ايه؟ شن اللي هو الساق. شن. كاش 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 كاش. ليش 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 ليش. والليش اللي هو اللجام اللي بيتربط على رأس الحصان ده. شيت 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 شيت. وشيت يا ولاد ممكن نقصد بها حاجتين، ممكن نقصد بها الملاية بتاعة السرير، ممكن نقصد بها فرخ ورق، ورقة واحدة نقول عليها ايه؟ شيت. ووش 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 ووش. تعالوا بقى دلوقتي يا اولاد بعد ما شفنا الفرق ما بين نطق السي اتش والتي سي اتش والاس اتش، هنحل بقى دلوقتي اكسرسايز على درس الفونكس تايم. ركز بقى معايا كده للاخر عشان هتستفيد كتير قوي من حل الاسئله. نمبر 1 listen and circle the word with the short vowel. هنعمل دايره على الكلمه اللي فيها صوت متحرك قصير في النطق. A chin cheat chin cheat. يبقى الكلمة اللي فيها صوت متحرك قصير هي كلمة ايه؟ chin اللي هو ال i. b fish leash fish leash. يبقى الكلمة اللي فيها short vowel هي كلمة fish. c cheese sell cheese sell. يبقى سيل هي اللي فيها الصوت القصير، وسيل هنا بمعنى يبيع. دي كيتشن بيت كيتشن بيت. طبعا هنا في بيت الاي والاي يا اولاد ده لونج فاول بي بيت، انما هنا كيتشن سواء الاي سواء الاي الاثنين الفاولز اللي في الكلمه الاثنين قصيرين، وبالتالي هنا الفاول في كيتشن هو القصير. نمبر 2
Number 2. Listen and complete with one word. Number 1. I like to eat chicken. I like to eat chicken. يبقى يا أولاد هنا النص هي كلمة chicken دجاج. Number 2. Does she want fish? Does she want fish? يبقى بالتالي يا اولاد الكلمات او الكلمه اللي ناقصه هنا هي كلمه ايه؟ fish اللي معناها سمك. Number 3. There is a peach in the kitchen. There is a peach in the kitchen. يبقى الكلمه اللي ناقصه يا اولاد هي كلمه ايه؟ peach واللي معناها خوخه. Number 4. She sells seashells at the seashore. Again. She sells seashells at the seashore. يبقى بالتالي يا اولاد الكلمه اللي ناقصه هي كلمه seashore اللي معناها شاطئ البحر. Number 3. Read and write true or false. Number 1. This is a shop. This is a shop. طبعا هذا محل. اه طبعا الكلام ده مظبوط وبالتالي number 1 هتبقى يا اولاد true. Number 2. There is a boy and a girl. There is a boy and a girl يعني بيقول لي يوجد ولد وبنت. طبعا الكلام ده مظبوط وبالتالي number 2 هتكون true. Number 3. They want to buy a cake. They want to buy a cake. يعني هم عاوزين يشتروا كيكة أو تورتة. طبعا الكلام ده مش مظبوط وبالتالي number 3 هتبقى false. 4. There is a red dress. There is a red dress. يعني بيقول لي يوجد فستان لونه أحمر. لو بصينا هتلاقي الفستان لونه مش أحمر. ده لونه إيه؟ purple اللي هو اللون البنفسجي ده. يبقى بالتالي يا أولاد number 4 هتكون false برضو. Number 4. Read and circle the odd one. Number 1. Chicken. لحم الدجاج. Kitchen. مطبخ. Shop. محل. Seashore. شاطئ البحر. هتلاحظ ان هو مديك ثلاث اماكن اللي هو المطبخ، المحل، وشاطئ البحر. وبالتالي الكلمة المختلفة هي تكون كلمة ايه؟ chicken اللي هي معناها لحم الدجاج. Number 2. Peach اللي معناها خوخة. Shin اللي معناها ساق. Cheese جبنة. Fish سمك أو سمكة. وبالتالي يا أولاد هتلاحظ هنا إن في تلات حاجات بتاكلوا من الأكلات اللي هو البيتش الخوخة وتشيز الجبنة وفيش اللي هو السمك. يبقى احنا هنشيل كلمة ايه؟ شن اللي معناها ساق. Number 3. Cheat يغش. Shell اللي هي الصدفة. شيت قلنا معناها ملاية او فرخ ورق. ليش اللي هو اللجام. هتلاحظ هنا ان هو جايب لك تلات اسماء اللي هي الصدفة والفرخ الورق واللجام ومديني فعل واحد بس يا اولاد اللي هو ايه؟ شيت اللي معناه يغش. يبقى الفعل هو اللي مختلف. نمبر 4. تشوب يقطع دي فعل. كاتش يصطاد برضو فعل. سل يبيع برضو فعل. شل صدفة اسم. يبقى احنا هنشيل يا اولاد هنا الاسم ليه؟ عشان التلاتة التانيين دول ايه؟ افعال. Number 5. Look and answer the questions. Number 1. What is this? What is this? يعني ما هذا؟ طبعا دي يا اولاد ايه؟ chicken اللي هي دجاجة وبالتالي الاجابة هتبقى ايه؟ It's a chicken. It's a chicken. Number 2. What does she want?
What does she want؟ يعني ماذا هي تريد؟ هي عاوزة ايه؟ يبقى احنا هنبدأ هنا من عند الفعل اللي هو she، ونحط ال want هنا s عشان السؤال في does، يبقى نقول she wants، ونكتب اسم الحاجة اللي هي عاوزة اللي هي السمكة، وبالتالي هنقول ايه؟ she wants fish. She wants fish. Number three. What can you see? What can you see? ماذا يمكنك أن ترى؟ أنت شايف إيه في الصورة؟ دايما لما يجي السؤال ده أولاد دايما بترد عليه بالصيغة دي، تقول I can see. يبقى what can you see؟ ترد I can see. وبعدها اسم الحاجة اللي في الصورة. فهنا إيه اللي في الصورة؟ مطبخ. وبالتالي المطبخ ده اسم إيه؟ مفرد. والاسم المفرد لازم يتحط قبله آه أو آن. وكيتشن بدأ بحرف ساكن يبقى أحط قبله الإيه؟ الآه. يبقى الإجابة بتاعتها تبقى إيه؟ I can see a kitchen. I can see a kitchen. Number four. Does he want a peach? Does he want a peach؟ يعني هل هو يريد خوخة؟ طبعا الولد رافع صبعه كده بيقول لا مش عاوز. يبقى معنى كده الإجابة هنا هتبقى بنو. يبقى هنقول إيه؟ No he doesn't. وتخلي بالك إن أنت مع نو بتنفي does وتخليها إيه؟ doesn't. No he doesn't. وبكده نكون وصلنا إلى نهاية فيديو النهاردة. أتمنى الشرح يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا من الشرح. لو كان عجبك الشرح بقى ما تنساش تدوس لايك للفيديو، لو كنت لسه ما اشتركتش في القناة ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس بحيث يوصلك كل الفيديوهات إن شاء الله الفترة القادمة أول ما أرفعها بإذن الله على طول. وكمان ما تنساش تعمل شير للقناة على الفيسبوك بحيث إن هي توصل لأكبر عدد من الناس. واشوفكم ان شاء الله على خير في قادم الفيديوهات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.